بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الحلقة الأولى من المصرف أفندي، الإصدار الثاني على شاشة قناة المحور. في البداية لازم أدعي أقول يا رب يخبز عيشنا في هذا الإصدار الثاني، يا رب يجعل كلامنا خفيف على المسؤولين على الحكومة، ويطري قلب إدارة القناة علينا، إدارة جديدة بتتولى إدارة المحور. عايز أعرفكم في البداية بمالك قناة المحور. مالك قناة المحور هو الدكتور محمد منظور، شاب مصري اتعلم في أمريكا، عقله مستنير حسب القعدة الأولى اللي قعدتها معاه. طمعان، بقول له عايز يا عم منظور؟ قال لي طمعان أعمل قناة كبيرة تجمع الأسرة المصرية، عايز على الشاشة دي يبقى في ثقافة، يبقى في فنون، يبقى في علوم، ويبقى أيضا في جوانب ترفيهية. هو بقى شغال اليومين دول عشان يجهز لنا خريطة كبيرة تستحق بها أنت كمشاهد أن ترى قناة المحور. رئاسة القناة، وده اللي طمن قلبي بيني وبينك، هو الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير عمرو الخياط. عمرو الخياط بيرأس صحيفة من أكبر الصحف في الوطن العربي، وهي أخبار اليوم. أنا بكون سعيد لما بتعامل مع أي أونر وأي صاحب شاشة والكلام، بس بتبقى سعادتي أكبر لما أعرف اللي هتعامل معاه بشكل دائم صحفي زيي، صحفي فاهم المهنة، ونعرف أولنا فين وآخرنا فين. عمرو الخياط كان مفروض يبقى بينه وبينه تجربة قبل كده من حوالي 3 سنين، لكن لم يحدث توفيق، ولكن التقينا على شاشة قناة المحور. هل أنا كنت برتب حاجة؟ أبداً والله، أنا برنامجي في الإصدار الأول توقف على الشاشة المحترمة، شاشة القاهرة والناس، وقلت يا خير من حقك تاخد أجازة، بس قلت أجازة دي شهر 2، العملية طولت شوية وبقت 3 شهور. خليني أشكركم، أشكر حضراتكم، لأن بصراحة سؤالكم الدائم عني طوال 3 شهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، سيدة جميلة بتكلمني من الصعيد بتقول لي يا ابني أنا عمال ألف على القنوات مش لاقياك، هو أنت هتطلع إمتى؟ قلت لها يا حاجة أنا قاعد في البيت، ادعي لي ربنا يكرم كده بشاشة ويرجع المصرف أفندي تاني. عادة لما أنت بتسيب قناة وبتروح قناة تانية بيبقى برنامجك ليه اسم جديد، لكن بصراحة أنا صعب عليا اسم المصرف أفندي، لأن في الشارع حضرتك بتوقفني وبتناديني بالمصرف أفندي، وخير والمصرف أفندي بقوا حاجة واحدة. فرحت رافع السماعة على صديق العزيز الإعلاني الكبير أستاذ طارق نور، قلت له بقول لك يا عم طارق ما تخليك حلو كده وعايزين اسم المصرف أفندي، قال لي خير هو المصرف أفندي، المصرف أفندي بقى بتاعك على طول. وفعلا عدنا بالمصرف أفندي على الشاشة المحترمة، شاشة قناة المحور، شاشة جديدة للمصرف أفندي، إدارة جديدة لقناة المحور، رئاسة جديدة بقيادة عمرو الخياط، فريق إعدادي زي ما هو. بس عايز أقول لكم في مجموعة شباب زي الورد في القناة دي، عيال كده تشرح القلب. شايفين الديكور الجميل اللي عاملينه ده؟ احتفاء بالمصرف أفندي، الاحتفاء الأكبر بحضرتك. هل المصرف أفندي هو المصرف أفندي بتاع 5 سنين فاتوا؟ لا، الدنيا برضو بتتغير. العظم واحد يا حبيبي، والشاسيه واحد، وهناقش كل قضاياك، والمصرف أفندي اسمه المصر اللي هو انت، وافندي بقى خلينا انا الافندي بتاعك. المصرف أفندي هيظل صوتك اللي بننقل بيه كل قضاياك للمسؤول. المصرف أفندي هو جسر التواصل بينك وبين اي مسؤول في البلد، وأيضا هو قناة التواصل بين المسؤول وبين حضرتك، عشان لو المسؤول عايز يشرح حاجة. عايز أقول لكم ال3 شهور أنا كنت مرتاح. مرتاح من ناحية إيه؟ لا عايز أطلل على أخبار، الواحد كده ريح دماغه. لكن لما دخلنا في الجد وقلنا هنعمل البرنامج، رجعنا بقى هنعمل إيه؟ الخلط. عايز أقول لك اللي بيقدم برنامج توكشو سياسي في بلدنا بيبقى بصراحة واقف على سلك مشدود. ليه؟ لأن في 2 بيتفرجوا عليك، مواطن ومسؤول. المواطن عايز صوته كامل طول الحلقة على عيني، بس برضو المسؤول عايز حد يتكلم عنه.
لو انت خدت حته كده من المواطن حدفتها للمسؤول، مواطن يزهق. ولو رحت للمسؤول يقول لك فين انجازات، ولو جيت علقت على انجازات وقلت فيها حته سيكه ناقصه يقول لك كده يا خير. طب انا هرض المواطن ولا هرض المسؤول؟ هترضى ضميرك. كمان عندنا اتنين غير الاتنين دول بيتفرجوا. الاول اداره القناه عايزه برنامج قوي، عايزه عليه مشاهده، عايزه برنامج يدعم الدوله ويدعم المواطن، وايضا عايزه اعلانات. كل ده مطلوب، وايضا في واحد غلبان اللي بيقدم البرنامج عايز برضه يطلع يتكلم ويقول رايه في قضايا. بس انا قلت لكم من زمان انا اعلامي صحفي، لكن لست خبيرا رياضيا ولا فنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. انا مش ابو العريف، انا ما بفهمش في حاجه، ما بفهمش الا في صنعتي. هنحترم المهنيه في هذا البرنامج، هنسمع كل الاراء بحب. المصرفندي بيجمع ما بيفرقش، المصرفندي يحترم الدوله المصريه بكل مؤسساتها، في صدارتها المؤسسه العسكريه جيش مصر العظيم. تحيه لي من المصرفندي اللي ظل يقدمها له على مدار 5 سنوات على شاشه القاهره والناس. نحترم الازهر، الكنيسه، البرلمان، الحكومه، مؤسسه الرئاسه، وقبل دول سيد هذه المؤسسات بلا استثناء هو انت المواطن المصري افندي. واحنا بنبدا الحلقه نتمنى باذن الله تعالى ربنا يوفقنا في هذا الاصدار، نستمر معاكم على قد ما نقدر. عن نفسي انا وفريق الاعداد واداره القناه عايزين نقدم محتوى محترم يليق بيك ويليق بهذا الشعب ويليق بالدوله المصريه.